بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه قراءة في صحيح الترغيب والترهيب للعلامة المنذري رحمه الله، تحقيق شيخنا الألباني رحمه الله. كتاب التوبة والزهد. الترغيب في ذكر الموت وقصر الأمل والمبادرة بالعمل وفضل طول العمر لمن حسن عمله، والنهي عن تمني الموت. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا الإنسان، وخط إلى جنبه خطا وقال: هذا أجله، وخط آخر بعيدا منه فقال: هذا الأمل. فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب. رواه البخاري. وعنه أنه قال رضي الله وعنه أنه قال صلى الله عليه وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابن آدم، وهذا أجله. ووضع يده عند قفاه ثم بسطها وقال: وثم أمله وثم أمله. رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما مثل هذه وهذه؟ ورمى بحصتين. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الأمل وذاك الأجل. رواه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا. رواه الطبراني. وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري وغيره. ورواه يعني حديث سعد بن أبي وقاص الذي في الضعيف الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله مجزا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. ويأس مما في أيدي الناس تكن غنيا، وإياك وما يعتذر منه. وروى الطبراني عن رجل من بني النخع أنه قال: سمعت أبا الدرداء حين حضرته الوفاة أنه قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واعدد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المغلوب، فإنها تستجاب. الحديث. وعن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: نزلنا من المدائن على فرسخ، فلما جاءت الجمعة حضرت معه، فخطبنا حذيفة فقال: إن الله عز وجل يقول: الفرسخ بفتح الموحدة وسكون المهملة وفتح السين، هذا تعتبر من مقيس الأطوال يعني، وهو تقريبا 4 كيلومترات، تقريبا يكون 4 كيلومترات. تفضل. نعم، أحسن الله إليك. فخطبنا حذيفة فقال: إن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المطمار وغدا السباق. فقلت لأبي: أيستبق الناس غدا؟ قال: يا بني، إنك لجاهل، إنما يعني العمل اليوم والجزاء غدا. فلما جاءت الجمعة الأخرى حضرنا فخطبنا حذيفة.
أرأيتم يعني هو أخذ الكلمة على ظاهرها، قال يعني يا أبي بكرة في حنجري حنسابق حنسوي سبق، هكذا يظنها الكلمة هكذا. فوضحها له أن المقصود به هو وسابق إلى مغفرة من ربكم. نعم، اليوم الرهان، اليوم الرهان وغدا السباق. فلما أخذ الكلمة يعني اليوم حنراهن على الخيول، والنبي قال لا سبق إلا في ثلاث: خف أو نص أو حافر. يعني يعني اليوم نراهن الفرس فلان وفرس فلان، وبكرة حنبدأ يحدث السباق. الله أكبر، اليوم الرهان وغدا السباق. نعم، والغاية، والغاية الجنة إن شاء الله عز وجل. اللهم آمين يا رب. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. فلما جاءت الجمعة الأخرى حضرنا فخطبنا حذيفة فقال: إن الله يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، ألا وإن الغاية النار والسباق من سبق والسابق من سبق إلى الجنة. والسابق، نعم أحسن الله إليك، والسابق من سبق إلى الجنة. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا. طيب الآن، الآن الحديث الذي قبله هو أيضا عن حذيفة؟ الحديث اللي قبله أيضا عن حذيفة؟ عن أبي عبد الرحمن السلمي يا شيخنا. هو قال جانا حذيفة الجمعة اللي بعدها وخطب فينا رضي الله عنه. اقرأ الحديث مرة أخرى. نعم نعم، حذيفة خطب فيهم جمعتين. أيوة نفس الشيء. أيوة نفس ليش؟ نفس الجملتين. أيوة ونفس الموضوع. اقتربت الساعة ونفس الموضوع. وهنا نستفيد، وهذه السنن مهجورة، بل لو فعلتها اليوم ثرب عليك جماعة المسجد: وإيش هذا الإمام هذا الخطيب هذا؟ نفس الموضوع اللي فات هو الموضوع اللي هذا. لا حرج في تكرار الموضوع ما دام الناس في غفلة وهم محتاجون إليه. هذه فائدة. أعد يا مشعل الحديثين تخريجا مرة أخرى، تفضل، حتى يسمعه المشايخ اللي معانا في الدرس من الخطباء ومن أئمة المشايخ الكرام، لنستفيد من هذه السنة الغراء الجميلة الجليلة التي هي ربما سبحان الله يعني مهجورة. نعم ممكن تكرر الخطب، لكن تلقاه يعني كل كم شهر كده يرجع لنفس الخطبة. لا لا، ممكن في جمعتين متتاليتين تكرر نفس الخطبة. تفضل. أبشر شيخنا أحسن الله إليك. وعن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: نزلنا من المدائن على فرسخ، فلما جاءت الجمعة حضر أبي وحضرت معه. المدائن، المدائن اللي هي فين؟ فين المدائن؟ المدائن بلاد مدينة. إيش؟ أيوة المدائن فين؟ العلا. المدائن في العلا. طيب فين تاني المدائن؟ فين؟ أرض العراق. أرض العراق. أيوة يا شباب، أيوة حبايب الله يرضى عليكم، هذه هي المدائن، فتح المدائن الله يرضى عليكم، فتح المدائن في سنة 16 في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذه التي فيها إيوان كسرى التي فتحها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. نعم هذه المدائن، أحسن الله إليكم. نعم هذه المدائن اللي هي عاصمة بلاد، عاصمة ملك فارس، مساكن الساسانيين الأكاسرة، لا كسرى بعد اليوم. وطبعا سميت المدائن، العرب هم اللي سموها المدائن. ليه؟ لأن كانت عبارة عن سبع مدائن، كانت عبارة عن سبع مدائن، وهي سبحان الله تقع في بلاد، في بلاد العراق، بينها وبين بغداد يعني مثل 30 كيلو، في حدود مثل ايش
مثل 30 كيلو ليا فيها قصر كسرى أنوشروان سبحان الله الذي تهدم ولم يبق منه إلا أثر بعد عين إلا أثر بعد عين. نعم. والنسبة إليها ماذا؟ كيف تكون النسبة إليها؟ النسبة إلى المدائن إيش يا شباب؟ مدائني المديني على غير قياس، ومنها علي بن المديني، علي ابن المديني. طيب، والنسبة إلى المدينة على ساكنها الصلاة والسلام إيش يكون؟ مدني. أحسنتم. نعم، والنسبة إلى المدينة تكون المدني، وإلى المدائن يكون علي ابن المديني اللي هو إيش؟ المديني. أحسنتم، بورك فيكم. تفضل كمل. أيوة، نزلنا إلى المدائن. نعم، أحسن الله إليكم. عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: نزلنا من المدائن على فرسخ، فلما جاءت الجمعة حضر أبي وحضرت معه، فخطبنا حذيفة فقال: إن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. فقلت لأبي: أيستبق الناس غدا؟ قال: يا بني إنك لجاهل، إنما يعني العمل اليوم والجزاء، العمل اليوم والجزاء غدا. فلما جاءت الجمعة الأخرى حضرنا، فخطبنا حذيفة فقال: إن الله يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المطبار وغدا السباق، ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة. رواه الحاكم. وهذا فيه قصر الخطبة مئنة من فقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: معتصر مختصر، ولا بأس إن طولت أحيانا للحاجة، لكن الأصل هو أنك أنت أيها الخطيب المبارك تعتصر خطبتك وتجعلها في وقت لا يطيل فيه على الناس. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغترم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم. وعن مصعب طبعا لما قال أو خاصة أحدكم، يعني ما يخصه من الموت الذي يمنعه من العمل، أو الشواغل التي تمنعك من أداء الواجبات، وأيضا وأمر العامة يعني القيامة التي تعم الناس جميعا بالموت. فالإنسان يبادر الموت والقيامة بالأعمال الصالحة. نعم، أحسن الله. وعن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: الأعمش ولا أعلمه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. أيوة نعم، يعني الدؤدة التمهل، يعني عجبا لمشيك المتئد المتمهل، تمشي الهوين وتأتي في الأول، يعني التؤدى في كل خير إلا في عمل الآخرة. كما قلت لكم في درس أمس في سورة آل عمران، شوف ربنا قال إيش: وسارعوا وسابقوا، سابقوا في الحديد وسارعوا في آل عمران.
بينما لما كانت الأمور في أمور الدنيا قال فامشوا في مناكبها. الناس الآن قلبت الأمور، جعلت التسويف والتؤدة في أمور الآخرة، وجعلت المسابقة والمسارعة في أمور الدنيا، فلا حص للدنيا ولا حص للآخرة. نعم، إلا ما رحم الله. نعم، أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: بعمل صالح قبل الموت. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. وأيضا إذا الله إذا أحب الله عبدا عسله. نعم، اللهم عسلنا واستعملنا. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عمرو بن الحميق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه. يوفق له عملا صالحا. نعم، أحسن الله عليكم. يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله. وعمر بن الحمق، عمرو بن الحمق ابن الكاهن الخزاعي، صحابي أسلم قبل الفتح وهاجر، وأيضا قيل أنه أسلم في عام حجة الوداع، وروى عن النبي عديد الأحاديث صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان من أصحاب علي رضي الله عنه، وشارك معه في الجمل وصفين والنهروان، وقتل في سنة 50 من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام، وهو بفتح الحاء المهملة، الحمق بفتح الحاء المهملة. نعم، ولذلك سبحان الله، يعني مما يذكرها هنا كما نقله ابن الأثير في وسط الغابة في معرفة الصحابة، قال أنه سقى النبي شربة ماء، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يمتعه الله بشبابه، فبقي 80 سنة لا يرى في لحيته شعرة بيضاء. الله أكبر، الله أكبر. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. وقال بعضهم: هذا مثل أي وفقه الله لعمل صالح يتحفه به، كما يتحف الرجل أخاه إذا أطعمه العسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى أخر أجله أو أخر أجله، عندي بفتح الخاء وتشديدها. اي خلاص، اخر اجله مفعول به. احسن الله اليك. اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. الله، يعني لا عذر له، لا عذر له. ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام ايضا: اذا بلغ الرجل من امتي 60 سنة فقد اعذر الله اليه في العمر. يعني ليس له عذر بعد ذلك، يعني ليس له أن يعصي الله عز وجل بعد هذا العمر. إن شاء الله إنسان يصل. ولذلك يقول لك يعني بورك في من طال عمره وحسن عمله، ومن سعادة الإنسان طول العمر وحسن العمل، ومن أمارات الشقاوة أن يطول عمره ويسوء عمله، نسأل الله السلامة والعافية، فيظل منغمسا في الشهوات. ولذلك النبي هنا يوضح أنه أعذر الله إلى امرئ، يعني قطع عذره، ما له عذر بعد ذلك عند الله عز وجل، قطع عذره في ارتكاب المعاصي، في ارتكاب المعاصي. فلذلك انت بعد 60 سنة وش اللي منتظر؟ ينبغي أنك، كان السلف رحمهم الله على قدح معلى في جميع عباداتهم ودين ودنيا، إذا بلغ الواحد منهم 40 سنة ترك الدنيا وأقبل كلية على الدين، وأقبل كلية على ما يصلحه مع الله تبارك وتعالى. فلذلك إنسان بلغ 60 سنة لم يبق له عذر في اقتراف الخطايا،
لأنه كم بقي عمر أمتي من الستين إلى السبعين، بأي صحائف من الأعمال يريد أن يقدم بها على الله تبارك وتعالى، لأن هذا السن هي سن الإنابة وسن الرجوع، والإنسان ينتظر فيها الموت إلى غير ذلك. وكما مر معنا أيها الكرام الفضلاء في قصة ذلك، في قصة ذلك الرجل الذي وقف عليه الحسن البصري فقال له يعني هل تعلم ما معنى إن، لما قال له كم عمرك وقال له 60 سنة، قال أنت ما زلت 60 سنة وأنت مسافر إلى الله تبارك وتعالى، 60 سنة تسير إلى ربك، أنت معذرة. هذا الفضيل بن عياض قالوا 60 سنة وأنت مسافر إلى ربك، يعني خلاص أنت قربت أنك تصل إلى الله تبارك وتعالى. فقال يا أبا علي يعني ما الحيلة؟ قالوا الحيلة يسيرة. الحيلة قال له يسيرة، أنت ما ينبغي أنك أنت جالس العمر ده كله في 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 هذه المعاصي، الحيلة جدا جدا يسيرة، أنك أنت تتوب في فيما مما مضى وتقبل على ما هو آت، فيحسب لك ما مضى وما بقي، يحسب لك ما مضى وما بقي، لأنك موقوف، وإذا كنت موقوف فإنك مسؤول، وإذا كنت مسؤول فعليك أن تعد للسؤال جوابا، إذا تحسن لك فيما بقي فيغفر لك ما مضى وما بقي، لكن إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. نعم. وأن سهل المرفوع من عمر 70 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، رواه الحاكم. كم بقي في الباب؟ بقي كثير؟ نعم شيخنا، نكتفي بهذا القدر، وفيه غنية وكفاية إن شاء الله. اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من اليقين ما تبلغنا به جنتك، من الطاعة ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا وأبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، وتردنا إلى مراهمنا ولا بلغ علمنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، من كان منهم حيا طول عمره على الطاعة، ومن كان منهم ميتا فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما، وتفرقنا بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنارنا رب العالمين. يا رحمن الرحيمين، يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا. اللهم إنا نسألك السلامة، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وشكر نعمتك وحسن عبادتك وقلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزام مغفرتك والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل برز، والفوز بالجنة والنجاة من النار، وإذا أردت بقوم الفتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، يا عزيز يا رحمن. اللهم سلمنا لرمضان وتسلم لمن تقبلنا يا رب العالمين، وفق لنا أمرنا كل خير، وعنم على كل بير، وحفظ بلادنا أمن الأمانة، سخار رخان وسيار بلاد المسلمين. من أرادنا بخير فعلم، من أراد بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا قوي يا جبار يا متين، وعليك بالرافضة والحوثيين ومن نحى نحوهم، يا قوي يا جبار يا متين، احفظنا بحفظك، وادفع عنا الأذى والبلاء بركنك، وعسلنا وجملنا واستعملنا ولا تستبدلنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، اشف كل مريض وعاف كل مبتلى. اللهم اجعل بيوتنا حب البيوت إليك، وأقربها زلفى لديك. تم الكلام، ربنا المحمود له المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ما لاح قمرين وورق عود آخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين. إذا في أسئلة يا شباب قبل الوداع والختام، إذا في أسئلة تفضل. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. اللهم آمين، اللهم آمين، جزاك الله خير، اللهم آمين، اللهم آمين. أحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.